فلاش سبور. صباح النور، مرحبا بكم في فلاش سبور. اليوم نتعرفوا على قائمة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لمواجهة غينيا الاستوائية نهار 5 جوان في ملعب حمادي العقربي في رادس، ويوم 9 جوان في جنوب افريقيا ضد المنتخب الناميبي في إطار تصفية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026. والسفر إن شاء الله لجنوب افريقيا باش يكون على متن طائرة خاصة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. كما المنتظر إعلان القائمة يكون غدوة الخميس، لكن بالتشاور مع الإطار الفني الجامعة التونسية لكرة القدم تقرر رسميا نشر القائمة اليوم الأربعاء على موقعها الرسمي انطلاقا من 5 متاع العشية. التربص يبدأ غدوة، لكن منذ نهاية الأسبوع الماضي انطلق التربص المفتوح للاعبين اللي أنهوا التزاماتهم مع أنديتهم الأجنبية بمعدل حصة تدريبية واحدة في ملعب زويتن تحت إشراف المدرب الوطني منتصر لوحيشي. حسب مصادرنا الخاصة الملعبية المؤكد دعوتهم للقائمة في حراسة المرمى جديد كما منتظر أمان الله مميش، باش تكون الدعوة الأولى ليه من كان معز حسن مش باش يكون مبدئيا موجود في القائمة. بشير بن سعيد أيضا، ومبدئيا نقوله أيمن دحمان. علاش مبدئيا؟ لأنه قاعد يمر بفترة صعيبة برشا مع الفريق السعودي فريق الحزم، وكان نزل رسميا للدرجة الثانية، لكن الأقرب بنسبة كبيرة باش يكون دحمان كثالث حارس يعني في القائمة. في الدفاع ياسين مرياح مؤكد، على غرام أيضا حمزة جلاسي منتظر يكون حاضر، نادر الغندري موجود ديجا في التربص هذايا، ديلان برون أيضا، حمزة المثلوثي لعب الزمالك المصري. في الأظهر نلقاو يان فاليري، علي العابدي موجود في التربص رغم الإصابة وتعافى بشكل نهائي، محمد أمين الشيرني لعب لافال الفرنسي، مرتضى بن والناس جديد القائمة تلقى في الأيام الماضية دعوة مبدئية ومنتظر في الساعات القادمة يلتحق رسميا بتربص المنتخب الوطني التونسي. في وسط الميدان الأسماء المألوفة تقريبا ما فماش حاجة جديدة، العيدوني، صخيري، حسام تقاء أيضا دعوة منتظرة وعودة لعبة الرجل التونسي، محمد علي برمضان، حمزة رفيعة، معتز الدام أيضا المحترف في البطولة المصرية. في خط الهجوم إلى حد الآن الحقيقة ما عندناش أسماء جديدة حسب المصادر اللي عنا. سيف الجزيري مؤكد يكون حاضر، سيف الله الطيف، الياس العاشوري، وأيضا الياس سعد. فما بعض اللاعبين أيضا تلقاو دعوات مبدئية كما حنا بعض المجبري يوسف المساكني، لكن وجودهم إلى حد الآن في القائمة النهائية مازال مش مؤكد. في المقابل تأكد غياب كل من وجدي كشريدة للإصابة وأنيس بن سليمان لاختيارات فنية. المدرب منتصر لوحيشي أيضا، هذا خبر خاص بالإذاعة الوطنية، استنجد بثلاثي من منتخب الأواسط خلال التدريبات، وهما حارس الاتحاد الرياضي مونستيري، يعني نحكيه على تحت 20 سنة بالنسبة لكل اللاعبين، ريان بسباس وثنائي الترجي الرياضي التونسي، متوسط الميدان وجدي العيساوي، والمهاجم زين الدين كادا كما قلت حارس من الاتحاد المونستيري، وزوز ملعبية من أواسط الترجي الرياضي التونسي كادا والعيساوي. السبب هو نقص العدد متاع اللاعبين في التمارين خلال الأيام الماضية، بما أنه 7 ملعبية فقط بداوا التربص وزادوا البارح 3 يعني 10 ملعبية، لكن الثلاثي الشاب هذا مش باش يكون موجود في القائمة. ومن أخبار منافسنا في المباراة الأولى غينيا الاستوائية، القائمة عرفت وجود المهاجم إيميليو إنسوي لوبيز رغم معاقبته من الفيفا. وباش نوضحوا أكثر أنه الاتحاد الغيني تقدم رسميا باستئناف للاتحاد الدولي لكرة القدم وينتظر رفع العقوبة قبل مواجهة تونس. هذا علاش تم وضع اللاعب في القائمة، وللإشارة فيفا عاقبت غينيا الاستوائية بسحب 6 نقاط من رصيدها بسبب مشاركة اللاعب هذايا في مباراتي ليبيريا وناميبيا، رغم أنه كان غير مؤهل قانونيا للعب وتعاقب 6 شهور. الترتيب: تونس في المجموعة تتصدر ب6 نقاط، الثاني ناميبيا أيضا 6 نقاط، الثالث ليبيريا 3 نقاط، مالاوي المركز الرابع 3 نقاط، المركز الخامس غينيا وساوتومي 0 من نقاط. في النجم الرياضي الساحلي، الهيئة التسييرية قررت تأجيل الجلسة العامة الانتخابية اللي كانت مقررة 15 جوان إلى موعد لاحق، وباش يتم الإعلان عليه إلى حين إعداد القوائم المالية من طرف مراقبي الحسابات. في الأثناء تواصل الهيئة التسييرية مهامها. من جهة أخرى، الكاتب العام رفيق بركة قدم استقالته من مهامه في تدوينة انشرها على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.
ديربي العاصمة بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي باش يتلعب رسميا على الساعة 7 يوم الأحد القادم 2 جوان عوضا على الساعة 5 مساء في ملعب حمادي العقربي في رادس المباراة في إطار الجولة الثالثة إياب لمرحلة التتويج من بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. والسلطات الأمنية من جهة أخرى سمحت بدخول 27,000 متفرج من جماهير الفريق المحلي النادي الافريقي، يعني تذاكر فقط ستباع في شبابيك النادي الافريقي. بالنسبة لمباراة الاتحاد الرياضي مونستيري ونادي الرياضي صفاقسي، مازال ما فما حتى شيء رسمي إلى حد الآن رغم التسريبات والمعلومات في الكواليس اللي تقول إمكانية إجراء المباراة يوم الجمعة، وهذا الحقيقة صعيب شوية معناها لأنه بعد غدوة نحكيه الجمعة. والاتحاد الرياضي مونستيري ذكر أنه طلب تأجيل المباراة وأصلا قاطع المقابلة. هذه صارت مشكلة كبيرة باش نذكر بها أنه الاتحاد الرياضي مونستيري تعاقب بزوز مقابلات دون حضور جمهور قبل الماتش هذايا ضد النادي الرياضي صفاقسي، مفروض يلعب دون حضور جمهور، لكن الاتحاد المنستيري رفض تماما وتمسك بحقه في الالتجاء إلى لجنة الاستئناف. لجنة الاستئناف ديما نذكروا في الجامعة متوقفة عن العمل نظرا لنهاية المهلة اللي حددها الفيفا للمكتب الجامعي لكرة القدم. على ذكر الفيفا فإنه تأكيدا للي انفردنا به على موجات الإذاعة الوطنية التونسية منذ أيام قليلة فإنه الفيفا سيمدد للمكتب الجامعي الحالي حتى 30 جوان. بعد الدات هذيك وبعد التاريخ هذاك آخر الأخبار تقول أنه الفيفا يتجه لتعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون كرة القدم في تونس توصل مدتها بين 6 شهور وسنة واحدة. في كرة اليد البارح انعقد الاجتماع الأمني لمباريات الدورة النهائي لكأس تونس يوم السبت في القاعة المتعددة الاختصاصات في رادس. الدورة النهائي كبريات ماضي ساعتين النادي الافريقي يواجه نادي الرياضة النسائية بالمكنين، وفي نفس اليوم ونفس القاعة 5 متاع العشية ترجي مع النادي الافريقي. 1000 تذكرة لكل فريق، الأسعار مبدئيا 20 و30 دينار. في بطولة رولان جاروس المفتوحة للتنس، أنس جابر تواجه اليوم اللاعبة الكولومبية كاميليا أوزاريو مصنفة 77 عالميا. مباراة تتلعب مع نص نهار ونص بتوقيت تونس في الدور الثاني أو ما يسمى بالدور 32 من البطولة هذية، بطبيعة واحدة من أكبر بطولات الجوائز الكبرى في التنس. إن شاء الله بتوفيق لأنس جابر. نذكر أنس اللي كانت تأهلت على حساب الأمريكية فيكيري مصنفة 124 عالميا 6-3 6-2، وأنس تسعى إن شاء الله لتحقيق إنجاز في بطولة رولان جاروس. ديما تبقى النجمة الأولى لرياضة التنس في تونس في إفريقيا وعلى المستوى العربي، وأيضا مصنفة دائما وأبدا خلال السنوات القليلة الماضية في أفضل 10 لاعبات في العالم. اليوم الموعد مع الدورة النهائي لكأس المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، أولمبياكوس اليوناني فيورنتينا الإيطالي انطلاقا من الساعة 8 ليلا، مباراة تتلعب في مدينة أثينا اليونانية. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد. إشهار تحت شعار 4